الفترة المسائية. أشواطنا مستمرة وتحدياتي هذا اليوم وهذا المساء كذلك تتواصل حاملة الناموس وحاملة التحدي في الشوط الثامن الذي ينطلق. الشوط في هذا الشوط وهو ثامن الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام ينطلق للجعدان المهجنات الأصايل، ينطلق حامل كذلك تحديات الناموس. نسير مع المراكز الأولى مباشرة لنتابع مشاهدي الأعزاء إلى حضراتكم عبر شاشة دبي ريسنج ونتعرف على العشر المراكز الأولى خلال الخمسة كيلومترات من تنافس وتحدي في هذا الشوط. نسير مع المركز الأول، يتقدم المشاركين شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمر خالد بن المر بن حلوة يقود المشاركين، بينما يأتي في المركز الثاني ويتقدم صوغان لتعود ملكيته لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر عبيد بن محمد بن ضبيعة يأتي في المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم في ثالث المراكز مشاهدينا متابعين الكرام. وصل في هذه اللحظة بشاش لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، هانم بن مسفر بالقوبع هناك يتدخل في المركز الرابع في هذه اللحظات. شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يتولى عملية التضمير، بينما المركز الخامس شوف الدخول في هذه اللحظة من شاهين لسمو الشيخ. لسمو الشيخ محمد بن المر بن مكتوم المكتوم، سعيد بن عبيد بن مراشد يتولى. الله الله، تغيرت الأمور، طحان كل الأمور، وعدنا إلى المراكز الأولى، عاد إلى المركز الأول وانطلق ما أكملنا النداء. طحان مشاهدينا الأعزاء من هجن العاصفة انطلق إلى المقدمة، قلب موازين هذا الشوط راس على عقب وانطلق بالمركز الأول يحمل شعار هجن العاصفة، يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما المركز الثاني شاهين يأتي في المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمر عبيد بن محمد بن ضبيعة. أما المركز الثالث فوصل فيه البارع لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع عتيج بن سالم بالعرطي الحميري. مشاهدي الأعزاء بشاش ياتي لسمو الشيخ، او هناك التغيير من شعار سمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهيان مشاهدينا الأعزاء، ويضمر الصادق فضل الامين الذي ينطلق اللي هو سمران، يتدخل في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع وصول وقدوم في هذه اللحظات صوغان لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرطي الحميري في هذا الاندفاع والانطلاق. يا السلام، هذه الأسماء وهذه الشعارات العملاقة في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. هناك في المركز السابع شاهين لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، سعيد بن عبيد الحميري يضمره، والمركز الثامن من الجانب الآخر يتدخل في شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، يضمره خالد بن المر بن حلوة. المركز التاسع، تاسع المراكز، يتواجد في مشاهدي الأعزاء مخلص لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله المعلى ناصر بن عبد الله المدهوشي يضمره، والعاشر وصل في هذه اللحظات مهول من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير. هكذا النداء، هكذا العشر المراكز الأولى، هكذا الجعدان المحليات الأصايل في الشوط الثامن. شوف التغييرات، شوف تبادل المراكز، شوف التحديات، ولكن طحان لازال هو سيد الميدان، طحان لازال هو سيد القعدان، هو من يقود مساري هذا الشوط بتحدياته الرائعة، بشعاراته
شعار يهجن العاصفة، العاصفة وهجنها مع طحان بالمركز الأول، يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير يلي في المركز الثاني، يتقدم صوغان لاسمه شيخ راشد بن حمدان بن راشد مسري بن سالم بالعرطي الحميري يضمره، وهناك من الجانب الآخر اللي هو سمران لاسمه شيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان صادق فضل الأمين يتولى عملية التضمير، وصر شعار هجن الرياسة مع شاهين لمن هجن الرياسة يضمر أحمد بن مطهر بن مايد الخيالي على المركز الخامس والمركز السادس، هذا مهول من هجن العاصفة يضمر الواثق حمد بن راشد بن غدير، وصل مشاهدي الأعزاء متعب لاسمه شيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع علي بن راشد بن غدير، هكذا عود مرة ثانية أعود إلى المراكز الأولى في 800 متر الأخيرة. يا السلام، هناك طحان وهناك أيضا يتواجد صوغان، صوغان وطحان، يا السلام على عنوان المقدمة، على عنوان المقدمة صوغان وطحان، ويأتي سمران، يا سمران، يا السلام يا السلام، سمران وصوغان وطحان، يتدخل شاهين بشعار هجن الرياسة ومهول، يا مهول بيهول، مهول مهول بيهول، الله الله، لازال طحان، لازال طحان يرقص، يرقص في الميدان، يتقدم طحان بشعار هجن العاصفة في هذا الانطلاق، الله 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 يا اللقاية، الله يا اللقاية، الله يا طحان، الله يا طحان، ينفرد بالمركز الأول، قاد مسار هذا الشوط من البداية وبدأ في النهاية، ما شاء الله تبارك الله، الله يا العاصفة وهجنها، يا سلام يا سلام يا سلام، طحان وهناك مهول غير على المركز الثاني ليرافق طحان، لينطلق مع طحان، الله الله يا طحان، أداء وشكل جميل وانطلاقة رائعة، يا سلام، تابعوا وانتظروا طحان في الأيام القادمة، تهانينا على فوز طحان بالمركز الأول لهجن العاصفة ومهول في المركز الثاني، أما المركز الثالث شاهين من هجن الرياسة، والمركز الرابع لسمو الشيخ ذياب بن سيف بن محمد النهيان، والمركز الخامس شفت الخامس لسمو الشيخ فيصل بن عبد الله بن أحمد المعلى. هكذا كان هذا الشوط مثير، وكان طحان هو سيد الجعدان، وهو الذي قدم هذا الأداء الفنان والجميل والرائع، تهانينا لهجن العاصفة. توقيت الزمني طحان على شاشة التلفزيون 7 دقائق و56 ثانية وسبع أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، بينما مهول أتى في المركز الثاني من هجن العاصفة 7 دقائق و57 ثانية، 4 أجزاء من الثانية أيضا مهول من هجن العاصفة بقيادة الواثق حمد بن راشد بن غدير، والمركز الثالث من وصل في مشاهد العزاء شاهين من هجن الرياسة، قطع المسافة في 7 دقائق و58 وخمس أجزاء من الثانية، تهانينا لهجن الرياسة، تهانينا أحمد بن مطهر بن مايد الخيالي، وتهانينا لكل الفائزين بالمراكز الأولى. أشواطنا مستمرة.